اللهم إننا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المتواصل على أعدائهم لا سيما أصحاب السقيفة الذين آذوا الزهرة الشريفة، لا سيما أبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية وعائشة وحفصة وهند وأم الحكم، لعنة الله عليهم من الآن إلى قيام يوم الدين، إلهي آمين. السلام عليكم أعزائنا المشاهدين أينما كنتم داخل العراق وخارج العراق، وحلقة جديدة من برنامج مايكروفون العراق الذي يسلط الضوء حول الأوضاع التي تجري في العراق والتظاهرات ومطالب العراق الحقيقية والشرعية، نقول الحقيقية والشرعية لأنها مطالب أبسط المطالب للعيش الكريم. طبعا بالبداية نعتذر للسادة المشاهدين أن أخونا وزميلنا الحاج أبو رائد، وكما تعلمون زحمة الطرق فيتأخر شوية وينضم لنا إن شاء الله وهو بالطريق إلينا. المهم احنا إن شاء الله اليوم راح نسلط الضوء على جزء مهم جدا جدا جدا، وهو مهم أعتقد كل العراقيين اليوم سمعوا ماذا قال هادي العامري. هادي العامري يقول نحن فشلنا بتقديم الخدمات لشعبنا. إذن يا هادي العامري ليش باقي بالحكم أنت وربعك؟ المفروض من عندك تلملمون أغراضكم وجنطكم وتأخذتوا اللي أخذتوا، وأدري ماكو حساب ولا رقاب، ولكن التاريخ والله سبحانه وتعالى ما يضيع أجر هؤلاء المساكين بالعراق، وإن شاء الله راح ينتقم منكم الشعب العراقي، والله ينتقم منكم بجاه محمد وآل محمد. إذن يا أعزائنا المشاهدين اليوم هادي العامري طلع لنا بطلعة يعني بصراحة يتصور نفسه أنه راح بهاي الطلعة مالته أنه راح أنه يكسب عطف الناس والشعب، ولكن لا، بعد الشعب العراقي ما تمضي عليه هاي السوالف، ومثل ما شفت وشاهدت يقول يعني حق التظاهر. حق التظاهر ليش؟ لو كان الشعب مرتاح وخدمات وموفري له أبسط هي الحقوق اللي هي الماء والكهرباء، ما كان الشعب طلع لا وظائف لا ماء لا كهرباء، وإحنا أغنى دولة بالعالم، إحنا أول احتياطي نفط بالعالم. يعني وين وصلتوا البلد؟ حكمتوه 15 سنة خليتوا الناس تترضى على هدام الله يهدمه، زين بسببكم، لأنه أنتم محسوبين على الشيعة. المرجعية صيحات وقالت يا المجرب لا يجرب، زين المجرب لا يجرب احنا ننتخب من هم نفسهم طلعوا لنا، وهذا هادي العامري يقول انا ابو الحشد الشعبي وانا مقاتل ولابس عسكري ويفتر بالجبهات، والان يعترف ويقول انا فشلت، مو بس انا يقول اعتذر للشعب العراقي. اعتذارك شي يفيد؟ مو انت فترة طويلة صرت وزير للنقل، النقل صار من اردأ النقل بالعالم في العراق، والدليل انه ابنك رجع الطيارة لبنان بكيفه لانه ابن وزير، وانت جيت هنا والناس اشتكت لك، اعتقد من كنت وزير في بريطانيا جيت والناس التقيت بهم واشتكت لك وكذا وهذه، وبزمنك حتى الطيران وقفوه برا ثانية، ليش؟ لانه ماكو ضوابط للطيران. إذن فيديو اللي قال به هادي العامري أنا أعتذر وكذا وهذه جاهز، خلونا نشوفه حتى السادة المتصلين المشاهدين اللي يحب يشاركنا، وأطلب من المشاركين أني اللي يحب يشارك أو يريد يطلع على القناة يرسل لنا مقطع فيديو
وهذا الفيديو يكون دقيقتين كما أرسل لنا الأخ رائد أعتقد من أمريكا إن شاء الله هم من عرض الفيديو مالته دزيت لي أخي المخرج اليوم أنت مال رائد. فيا ريت نشوف فيديو هادي العامري وبعدها نستقبل اتصالاتكم ومداخلاتكم. تفضل أخي المخرج. هو حتى فيديوه هذا مشؤوم سبحان الله اكو خلل بي، فان شاء الله نعرضه عندما يجهز ونحن بانتظار اتصالاتكم. وطبعا مثل ما تعلمون ان يوم غد هو يوم الجمعة والناس ابصار. نعم خلينا نشوف فيديو الاخ رائد من امريكا جزاه الله خير الجزاء وان شاء الله نرجع لكم مرة ثانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تضامنا قلبا وقالبا مع العراق ومع متظاهرين العراق وأبطال العراق من المتظاهرين والمنتفضين، واللهم ربي ينصر العراق وينصر المتظاهرين ويعبر العراق إلى بر الأمان. وقفتي هذه من أجل العراق ومن أجل شعب العراق المظلوم المضطهد الذي عانى الويلات والآهات من دماء ومن سبي لعيال شعب العراق. هذا ما العلم سويته قبل 3 سنوات أو 4 سنوات، نحبه نبنيه نحميه نحافظ عليه. في إحدى سويت هذا العلم بوحدة من المظاهرات في ولاية فينيكس أريزونا أمريكا. فليحيى العراق وعاش الشعب العراقي المجاهد البطل. وانا اليوم ان شاء الله بالظاهر ويا الشعب العراقي نازل للشارع، لان ناشدت الناس المقربين وما حد لبى النداء. وانا اليوم اريد اقول لبيك يا عراق، لبيك يا عراق. تحياتي إلى كل مظلوم وإلى كل مضطهد عراقي داخل العراق. رائد الشريف الجبوري، ولاية فينيكس أريزونا أمريكا. نعم شكرا جزيلا للأخ رائد من أريزونا جزاه الله خير الجزاء، يحمل حس حقيقة وطني وغيور على أهله وناسه وكل العراقيين اللي يعيشون بالمهجر، لأنه قلوبنا بصراحة من داخل بيها حرارة على شعبنا وعلى ناسنا. ولهذا السبب تشوفون احنا صحيح عايشين هنا يعني مرتاحين، ولكن من وراء أخبار العراق واللي قاعد يصير بهنا بالعراق صدقوني أكثر الناس نتألم احنا. يعني ما أريد أقول لكم احنا وإحنا بس، لكن هذا الواقع. يعني الأخبار لما نشوفها تبشر بخير نفرح للعراق، ولكن إذا نشوفها كئيبة وحزينة بصراحة الكل من عندنا يعني يوم يصير يوم بصراحة يعني يوم كئيب. يعني خاصة إذا سمعنا لا سمح الله تفجيرات أو شهداء أو كذا أو هذه، تحس إنه واحد من بيتك راح. فهذه الغيرة اللي يحملوها العراقيين المغتربين. ولا تتصور يا أخي أنت العراقي إنه إحنا ناسينكم، لا والله. والدليل أنه تفضلوا هذه قناتكم، قناة فدك وصوت العترة مفتوحة لكم، واللي يحب يعبر عن رأيه مثل ما الأخ رائد جزاه الله خير ودانا فيديو صغير، إحنا مستعدين ننشر أي شيء اللي يكون في صالح العراق والعراقيين. ندري إحنا
التواصل الاجتماعي. الآن الانترنت رديء جدا بالعراق، انطوكم انترنت ولكن من جهة أخرى ضيقوا عليكم، وأنا أعرف كل الزين. فلهذا السبب حتى الجروبات اللي قاعد تصير يريد يحاولون أنه يأثرون على الناس المتظاهرين، ولكن إن شاء الله شعبنا وناسنا يستخدمون بعض الطرق ويدخلون على بعض البرامج، لأن ذكياء الشعب العراقي ذكي إن شاء الله، ويتواصلون بيناتهم. وإحنا هم نزيدكم نقلكم هذه قناتكم، مستعدين لكم بأي وقت وقلوبنا مفتوحة، وهنا وصل صوتك وعبر عن رأيك بكل. نعم، عندنا اتصال من الأخ أبو خالد من السويد. سلام عليكم أخونا أبو خالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وبياك يا أستاذ. مساك الله بالخير لك والأخ أبو رائد، بالسلامة إن شاء الله. الله يسلمك ويحفظك ربي. الله يسلمك عزيزي. يعني أنا إذا أردت أقيم بالمظاهرات أقول ممتاز، يعني أن الشعب ظهر على نفسه، لأننا لا نستطيع أن نبرئ الشعب الذي سكت طوال 15 عاما والآن تحرك، وإنما الحراك إن شاء الله مبروك ومبارك، وسوف يأتي بما طغى على الساحة يعني مؤخرا من تصريحات إعلامية وسياسية، وهو هذا العامري يعترف بأنه فشل وغيره. واليوم سمعت مقابلات من كثير من كانوا يدافعون عن الحكومة العراقية بأن الحكومة العراقية مآلها إلى السقوط ويجب أن تسقط، وهذه حقيقة يجب أن لا نتغافل عنها. أنا سؤالي إلى المتظاهر، أي إنسان عراقي سأسأله فقط سؤال بسيط، من هو المهم، الكهرباء أم الكرامة؟ من هو المهم، الماء المالح أم ضياع بلد وهدر دماء؟ أنا أتصور من البديهية ومن الفطرة أن يجاوبني ويقول لا، إنما ذهبت إليه وقصدته بأن الكرامة هي أهم من الكهرباء، أنا أؤيدك في ذلك، ويجب أن نحافظ على دمنا حتى وإن شربنا ماء مالح. أتصور أنه منطقيا وعقلانيا أن يكون هكذا الجواب، ولكن كيف بنا نتظاهر عن الماء ونحن نمتلك جواز أو الجواز العراقي غير محترم حتى في دول فقيرة وتتمنى أن ترسل رعاياها للعمل في العراق مثل بنغلاديش وسريلانكا؟ صدقني لا يحترمون الجواز العراقي، ولا يستطيع العراق الدخول إلى هذه البلاد. هذا يعني هذه مقتطفات بسيطة، الكارثة والمصائب كبيرة جدا، لكن على سبيل أن يفهم الإنسان البسيط، يعني الإنسان المواطن العادي الذي لا يمتلك من المصطلحات السياسية في عمقها وفي مآربها، فأنا يعني سأبسط وأقول له هل تقبل أن لا تقبلك دول فقيرة ولا تستطيع أن تعيش إلا على المساعدات، وأنت تدعي بأنك من يعني أهالي بلد غني وصاحب حضارة وعراقة؟ لا تتصور أن عراضيا يقبل بذلك. أستاذ الكريم، علك كما هي ليلة البارحة استضفت أحد الموجودين في مجلس محافظة البصرة. نعم. أنا سأتطرق اليوم، قد ينتقدني البعض ويقول نحن في يعني جو المظاهرات، لماذا تذهب إلى هذا المذهب؟ اسمعني يا أخي الكريم، الكويت الآن في ضيقة من أمرها، الكويت محاصرة ومهددة، مهددة داخليا ومهددة من دول الجيران، الإمارات والسعودية تحيك المؤامرات ضد الكويت، بل ادعوا أن هذه الأراضي تابعة إلى الإمارات. الكويت استغلتنا منذ غزو الطاغية إلى الكويت، سرقت أراضينا وباعترافهم شخصيا. وهناك مقابلة لأحد ضباط الكويت وأنا أعرفه شخصيا، قال عندما أتى الفريق ليرسم الحدود أنا طلبت منهم إلى النقطة الأبعد، واستمعوا لكلام ذلك الضابط وذهبوا. يعني كانت أرض العراق مباحة لهذه الأشكال وهذه النماذج وهذه النفوس المريضة. العراق سرق نفطه عبر الحقول الجنوبية التي ادعت الكويت بأنها داخل حدودها، وعلى طوال وعلى فترة منذ عام 91 إلى الآن. الكويت في ضيقة من أمرها، هربت إلى الصين تريد أن تنقذ نفسها من الغزو أو من الأطماع الإماراتية السعودية باتفاقيات مع دولة كبيرة مثل الصين. أنا أطلب كمواطن عراقي بأننا نستغل الفرصة سياسيا
ونضيق على هذه الدولة المعتدية على الأراضي والشعب العراقي وأموال ومقدرات التي استولت عليها ظلما وبهتانا وتزويرا. سلبوا أموالنا طوال 25 أو أكثر 25 عاما أو أكثر من تزوير ورشاوي إلى الأمم المتحدة والفرق التي أتت إلى الحدود كانت ترتشى من الكويتيين. آن الأوان أن نقف عصا أو عثر في طريق هذه الاتفاقية عن طريق الاحتجاج. أنا طبعا لا أعلق آمالا كبيرة على هكذا وزير خارجية الآن في العراق. أنا لا أعلق يعني آمالي على رئيس وزراء ضعيف وليست لديه قرار. أنا لا أعلق آمالي إلا على الشعب العراقي وعلى بعض الشرفاء المتواجدين في محافظة البصرة، إن كانوا شرفاء في مجلس محافظة البصرة أو الحكومة المحلية في البصرة، ورفع مذكرة احتجاج على هذه الاتفاقية. صدقني إن لم تنجح كلية فهناك كثير نستطيع الحصول عليه والتنازل من الكويت الذي لا زال تسلب بأموالنا. هذه مرحلة مهمة جدا، نحن شغلنا، وأنا لا أبرئ الكويت بأنها تدفع أيضا بالمزيد والاحتراق الداخلي للاستمرار في الاستيلاء. الأراضي التي أجرتها الكويت لمدة 99 سنة وهي على الأقل جزيرة قريبة إلى العراق وتسمى وتدعى جزيرة وربا، هذه العراق له حق تاريخي فيها أخي الكريم. العراق قبل 8000 سنة موجود ولم يكن للكويت اسما ولم يكن للكويت وجودا، فمنذ متى أصبحت أم قصر جزء منها للكويتيين؟ هل كان كويتيون يقطرون هذه المناطق؟ لا. هل كان هناك تاريخ معالم للكويت؟ ومن هي الكويت؟ هي عبارة عن مجموعة قبائل مهاجرة عراقية وإيرانية وسعودية ومن كل أصقاع الدنيا أتت، وسميت الكويت بقلم إنجليزي وبمؤامرة إنجليزية على العراق. حسنت. فلذلك أنا أعرف أن الوقت قد يكون غير مناسبا، لكن صدقوني إن كان هناك شرفاء بالعراق فالوقت مناسب جدا، حتى وإن يعني هدأنا الأمور قليلا والالتفات إلى هذه المهمة، وهذه مهمة جدا، والسياسيين يعرفون مغزى هذا الكلام. أنا أتصور أن هناك مفكرين وسياسيين يعرفون أن الوقت. أبشر العراقيين بأن الرئيس القادم أحد هؤلاء الشخصيتين، أما هشار زيباري وأما خميس الخنجر. هل تريدون أن يأتي خميس الخنجر وهشار زيباري ويصبح عليكم رئيس وتباع البصرة كما بيعت الحدود الجنوبية وحتى للكويت؟ حتى أستاذ أبو خالد، حتى ميناء عبد الله خور عبد الله هم باعوا كذلك هسه بالفترة الأخيرة. نعم. وقبضوا ثمنه بارك يعني. الله. نعم. أستاذ الكريم، بشار الأسد الرئيس السوري الذي لا أي سياسته، هل تعرف حما دمشق وهو في أشد حالات ضعفه؟ أشد حالات الضعف، كل الدنيا كل الأمم كل الدول ضد بشار الأسد، لكن بالله عليك لو قارنت التفجيرات التي تحصل في بغداد وفي مناطق العراق والتفجيرات التي حصلت في دمشق، هل تقارن؟ لا يتجاوز عدد التفجيرات في دمشق 7 إلى 8، وكانت يعني مخطط لها بصورة كبيرة جدا ومحدودة. انظر مطار دمشق ومنطقة دمشق كيف حماها هذا الضعيف. أين هذا السياسي من سياسيين؟ أين هذا التفكير؟ أين هذه الأجهزة الأمنية؟ أستاذ أبو خالد ماكو حقيقةً. عفوا أستاذ أبو خالد، ماكو غيرة من مثل ما تفضلت. نعم. وكلامك اللي نعم. الخارجية العراقية ما نعول عليها. ليش؟ لأنه أكو تصريح الخامنة يقول لولا إيران لسقطت سوريا ودمشق. أقول عفوا العراق ودمشق. ردت عليه صحيفة سورية قالت لا لولا الشرفاء والحكومة السورية كان سقطت، مو إيران. ولكن ما سمعنا أي تصريح من أي مسؤول عراقي يقول يعني لو ما الدم الشهداء اللي انطيناه يعني هو هذا لو إيران اللي حمتنا، فقط دم الشهداء، لولا الفتوى مع الحشد الشعبي لانتهى العراق فعلا، ولكن العراق برجال إن شاء الله. ولكن هاي إيران اللدود العدو مثل ما تفضلت، كما الكويت عدو للعراق إيران عدو للعراق. احنا نريد هاي الجبهتين، نريد نسدهم نهائيا، ما نريد يتدخلون لا بشؤوننا ولا بأمورنا. نعم تفضلوا.
أخي لو كان هناك سياسيين لما كان لدينا أعداء. أحسنت. لو كان هناك سياسيين شرفاء لم تجد أن السعودية تتودد وقطر تتودد والأردن وكذلك باقي الدول ومنها تركيا. أخي الكريم ليس لدينا سياسيين، فلذلك بالأمس تكلمت وقلت يجب أن نذهب إلى العصيان المدني، لا نريد حكومة برلمانية، نريد نظام رئاسي. صدقني لا نعم. يفيد العراق. هؤلاء مطالب الشعب لازم تكون. نعم. لدي نقطتين آخرتين أخي إن شاء الله. أولا، هل استغربتم وهل لاحظتم أن شيوخ البصرة بين قوسين هؤلاء الذين يخرجون على التلفزيون قد اخترعوا لتجمعات لا أنزل الله بها من سلطان رئيس أعيان شيوخ البصرة ورئيس اتحاد شيوخ الجنوب؟ هذه الأسماء لم تكن موجودة لدينا، هذه الأسماء اخترعوها أهل المنصات، رئيس دليم ورئيس عشائر الأنبار، وهذه يعني مستوحات من تلك الأسماء. هؤلاء ليسوا بعراقيين، نحن كأبناء جنوب نعرف بعضنا البعض، لم تكن لدينا شيخ فلان وشيخ فلان معدودين ومعروفين، ولا لم تكن لدينا هذه التسميات. إذن علينا أن نتمحص ونقول من أين أتت لنا هذه، من هم أعيان البصرة؟ نحن لا نسمي أعيان، نحن نسمي شيوخ ورؤساء أفخاذ وبعض الوجهاء. حتى التسميات دخيلة على هؤلاء الذين يدعون بأنهم شيوخ البصرة. أخواني ركزوا جيدا، هذه المسميات الجديدة هل هي عمالة جديدة؟ هل هو استعمار جديد؟ هل هي يعني تحالفات ضد الشعب العراقي مع دول تريد تخريب العراق؟ عليكم التمحص. النقطة الأخيرة أخي، أنا لدي ملاحظة على وجود الحزب الشيوعي بين قوسين العراقي. هذا الحزب لم يحصل على مدى فترتين انتخابيتين على كرسي واحد في مجلس النواب، إلا أنه حصل كما يقال من 6 إلى 10 مقاعد، في لأنه احتمى أو انضوى تحت التيار الصدري. التيار الصدري نعم لديه شعبية ونحن نعترف بهؤلاء لأنهم عراقيين وشيعة وأناس وصلاة، ولكن الظروف السياسية جعلتهم يعني بما هم عليه الآن. لولا هذا الاتفاق أو الاندماج مع التيار الصدري لم يحصلوا على كرسي واحد. الشيوعيين الآن هم من يحرضون ويقولون هذه ثورة. الثورات في العالم هن 4 ثورات لا غير، لا توجد ثورة، الثورة الفرنسية والبلشفية وهناك ثورتين أخريتين عالميتين، هذه حراكات وهم يطلقون عليها ثورة. المراد بأن يتحارب ويتقاتل الشعب العراقي. نحن نعرف أن الثورات تقاد على مستوى أكثر وأكبر وأضخم وتذهب بها ضحايا كثيرة. مراد هؤلاء لأن الأحزاب تدعي بأنها إسلامية، وهؤلاء ضد شيء اسمه الله تعالى سبحانه. سبحان أحسنت. الله وأستغفر الله من ذلك القول. الحزب الشيوعي كل الدنيا تابت، حتى الأحزاب الشيوعية الرئيسية التي خلقت الشيوعية تركتها وانصرفت إلى الرأسمالية أو إلى يعني مناحي أخرى من السياسة، إلا هؤلاء السفلة الذين يدعون بأنهم عراقيين وأنهم من أهل الجنوب وهم ضد الله. هم يعملون بالضد من رب العالمين، بحيث أنه حتى العنوان الذي لم يكن حقيقيا لهذه الأحزاب قد حاربوا الشعب به. احذروا هؤلاء، احذروا هؤلاء أخوتي، هؤلاء مندسون فيما بينكم، انبذوهم، فهم لا يعملوا إلا على خراب العراق. عندما يملأ العراق خمارات ومراقص وملاهي تجدهم ينصهرون ويكونون أول الخادمين إلى العراق. احذروهم أخواني، إنهم كالسرطان، إن تفشوا فيما بينكم بثوا هذه الأفكار التي لا ترضى الله ولا رسوله. لا أطيل عليك أخي، وشكرا لإتاحة الفرصة. شكرا جزيلا الأستاذ أبو خالد من السويد، بارك الله بك وعلى مداخلاتك القيمة حقيقة. يا ريت الفيديو إذا جاهز أخي المخرج خلوا نشوف اللي بطولات هادي العامري. نعم تفضلوا. بكل المتصدين للعملية السياسية بشكل مباشر أو غير مباشر بالإمعان في هذه الرسالة الثانية التي بعثها الشعب العراقي العزيز. الرسالة الأولى كانت بعدم المشاركة في الانتخابات، والرسالة الثانية هذه المظاهرات يجب أن نقرأها جيدا، بعيدا عن التحريف، بعيدا عن التأويل، بعيدا عن نتهم الكل أن هذه عبارة عن بقايا النظام السابق وأزلام البعث والمأجورين. بعيدا عن هذه الاتهامات
يجب أن نقرأها قراءة جيدة ونفهمها فهم جيد. أيها الأخوة، هذه الرسالة كانت واضحة، وأن نعترف أولا، والاعتراف بالخطأ فضيلة. إننا أخطأنا وقصرنا بحق شعبنا، وعجزنا أن نقدم له الخدمات المطلوبة والحياة الكريمة، قاصدين أو غير قاصدين، ملتفتين أو غير ملتفتين، التهينا بالصراعات الداخلية وتركنا شعبنا يتلوع من الجوع والفقر. ولذلك لا بد أن نعترف بذلك، وأنا أول من أعترف بذلك، وأعتذر من هذا الشعب عن كل قصور أو تقصير بدا مني. وأنا أعترف أني أول من قصر بحق هذا الشعب، وأطلب من شعبي المسامحة عما جرى منا، مستلهما ذلك من صاحب الذكرى من الشهيد محمد الصدر رضوان الله تعالى عليه. أنا أقدم في أحد خطب الجمعة، أنا أقدم ذنوبي أمامكم. تعلمنا من الشهيد ذلك، تعلمنا الشجاعة، ولذلك أنا أعترف أننا قصرنا بحق هذا الشعب، وعلى الشعب أن يعفو عنا. وأطلب من كل الأخوة السياسيين أن يعترفوا بذلك، وأن يعترفوا بذلك قبل أن يتم محاسبتهم من قبل الشعب، وأن نصلح العملية السياسية، أن نعيد النظر في العملية السياسية. إذا لم الاعتراف بالخطأ، أنا أعتقد هو أول الطريق لتبديل المسار إلى مسار آخر. أملنا كبير بكل الأخوة، أولا الاعتراف، وثانيا العمل الجاد من أجل تشكيل حكومة خدمة، ليس حكومة امتيازات لهذا الحزب أو ذاك الحزب. أملنا كبير بهذا الشعب العظيم، بهذا الوعي لهذا الشعب. تحمل كثيرا والله، تحمل أكثر من 15 عاما وهو ينتظر منا، ولكن مع الأسف لم نستطع إصلاح أنفسنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا كما أعان الصالحين. المجد والخلود للشهيد محمد الصدر رضوان الله تعالى عليه ولنجليه وكذا المجد والخلود، ونسأل الله والشفاء العاجل لكل جرح. أيها الأخوة أيها الأعزاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا فنتبعه، والباطل باطلا فنجتنبه. نعم، هذا مثل ما شاهدتم أعزائنا المشاهدين، طبعا نحن بانتظار أخونا الحاج وصل إن شاء الله أبو رائد، وريده هو نترك للمجال التعليق على ها. نعم، هذا الفيديو بصراحة اللي يقول بي احنا اخطأنا بالحق الشعب العراقي وجوعنا الشعب العراقي والناس الصفق للي مجتمعين. يعني بعد وين نريد نوصل؟ يعني واحد جاي يقلكم احنا جوعناكم تروحون الصفقوله؟ طبعا انا ما اريد اخوض بالتفاصيل لانه الحجي ابو رائد محضر على هذا للسادة المشاهدين. نعم، عندنا احمد من النجف على الواتساب. سلام عليكم احمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل انت على الهواء مباشرة. يا ريت علينا صوتك يا اخ احمد. نعم، احصل عندنا مظاهرات يوم الجمعة ان شاء الله. ان شاء الله. منين تنطلقون وشنو مطالبكم يا احمد؟ حتى الناس حتى انا ليش اسالك منين تنطلقون اخ احمد؟ احنا ما نريد
اسمعني اخ احمد، ليش اسالك من تنطلقون؟ ان شاء الله حتى يصير بثبات اعلام هذا على القناه لكم، لانه ندري التواصل الاجتماعي ما قاعد يصير بالعراق، انه الفيسبوك ضعيف والانترنت ضعيف والاتصالات ضعيفه، فان شاء الله اريد تحدد لنا من ينطلقون الشباب وشنو مطالبهم. ان شاء الله ان شاء الله من 23 ينطلق. نعم. 23 من الاشراف. نعم. من 23 تنتظرون خطبة الجمعة لو بعد خطبة الجمعة؟ والله جمعة متفقين ان شاء الله ننطلق يوم جمعة ان شاء الله يوم جمعة. نعم. مظاهرة تكون ضخمة جدا. نعم. ان شاء الله. الى المحافظة او الى المرجعية؟ نعم. الى المحافظة تنطلقون لو الى المرجعية؟ المحافظة إن شاء الله. نعم. المحافظة إن شاء الله راح تكون مظاهرة سنية. نعم. نعم. المطالب يا لكم. مطالب يا أخ أحمد، المطالب شنو المطالب اللي تردوها؟ إحنا مطالبنا واضحة، مثل ما يعني الكهرباء والماء، إحنا ذي مطالبنا، إحنا ما رادين شيء. لا يعني أنت من حقك تطلب أكثر من الكهرباء والماء، هذه الكهرباء والماء كل إنسان هذا لازم غصبا عليه موفرونه. احنا ما نريد بس كهرباء ماي، نريد تعيينات، نريد عيشه كريمه، نريد هاي حقوقنا اللي قاعد يسرقون بيها اموال الشعب العراقي، نريدها. نعم. احنا والله التعيينات والله كلها بواسطات، يعني صايره كلها بواسطات، ماكو تعيينات العراق، ماكو تعيينات، كلها واسطات. انت واسطه يعني احنا اخ احمد انت يمكن لاحظت، واستاذ ابو خالد الان قبلك اتصل وقال انه يجيبون عماله من بنغلاديش ومن الصين والشعب العراقي ما يعينونه، ليش يعني؟ نعم. هذا شنو السبب؟ نعم موجوده نعم. زين اليوم سمعت الخطاب نعم مال هادي العامري؟ نعم سمعته. شو تقيمه نعم يعني؟ شو تريد تقول يعني؟ حيدر يعني هو حد ما مشكلين حكومه، هم تخبوهم بس واحد ما مشكلين حكومه، حد ما مشكلين حكومه. نعم. بس هو تحمل مسؤولية، تحمل دول القبيلهم. نعم. هم تحمل مسؤولية. نعم. شكرا لكم. نعم. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا أحمد. ولا. طبعا نرحب بأخونا الحاج ابو رائد انضم لنا الان. سلام عليكم حجينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله على الله يسلمك ويرعاك. الله يسلمك رحمه الله ديك. الحمد لله والشكر. هذا الله يحفظكم. هذا شويه حقيقه مؤازره لاخواننا البصره والكربله والنجف والناصريه والسماوه والعمارة وكل العراق، يعني هذا قليل احنا اللي نسوي، نجي على عجلة وحقيقة الازدحامات والسيارات وشوية هذه مو أذية نقول، هذا قليل حقيقة اللي ديسووه أهلنا بالعراق، وخصوصا المنتفضين اللي مطالبين بحقوقي وحقوقك. أحسنت. هذولا ما طالعين على نفسهم بس، لا على كل عراقي طالعين، حتى بالخارج أنا من عندهم، هذولا الأبطال طالعين حتى يحقون يحقون الحق ويبطلون الباطل. طبعا ما فاتني أن أستمع للجميع وأشكر الجميع للمشاركة. نعم. السابقين واللاحقين، الأخ أبو خالد نوه حقيقة النقاط اللي نعم أشار لها ما شاء الله رائعة جدا كما معتاد عن مشاركات الأخ أبو خالد. نعم دائما مو بس بهذا البرنامج، حتى مع الأخ خالد الشمري أيضا في برنامجه، نعم يتحفنا أبو خالد، يفيد بصراحة. نعم. العقل والفكر وجزاء الله ألف خير. طبعا المطلب مو تقزيم المطالب اللي الحكومة الآن بدأت
أو من بداية انطلاقة شرارة الانتفاضة بدأت الحكومة تقزم الأمور وآخرين أيضا يساعدوها مي يخلوها في شيء بسيط مي وكهرباء. لا 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 حلو السؤال ماله المقارنة مي وكهرباء لو كرامة أحسن. مي وكهرباء لو عقيدة نعم. مي وكهرباء لو قيمة إنسانية مي وكهرباء لو اعتبار وحرية نعم. وبصراحة هذه اللي الشعب الواعي نعم المي وكهرباء المي طبعا حقيقة وجعلنا من الماء كل شيء حي لولا الماء يعني نموت ولكن بصراحة نموت عطشانين بكرامة أفضل ما من نموت مرتوين وبدون كرامة مثل ما تفضل الأخ أبو خالد بلدان تعبانة نعم ما تقبل كرامة ما تقبل, نعم ما تقبل كرامة واعتبار, ما واعتبار الجواز العراقي بدون كرامة مو صفر كرامة. صفر على الشمال أيضا خلنا ناخذ الشيخ أبو هاجر من كربلاء المقدسة سلام عليكم شيخنا عليكم السلام ورحمة الله سلام عليكم عليكم السلام يا أبو هاجر حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثواكم إن شاء الله جزاك الله خير الجزاء أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على الدعم وعلى أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم صل على محمد وآل محمد حقيقة أخوان الأعزاء التقينا إن شاء الله على الولاء وعلى المحبة لمحمد وآل محمد والبراء من أعدائهم وإذا تذكرون أنا قلت لكم قبل الانتخابات نعم. لا يكون هذا تنبؤ أو غير شيء وإنما هي المعطيات التي على الأرض هي التي تجعلك تحكم عن المستقبل وكما يقول الرسول صلى الله عليه وآله احذر فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله والفراسة هي الفطنة والذكاء للمؤمن والمؤمن كيس فطن والمؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين هكذا روايات على محمد وهكذا علمونا على محمد صلى الله عليه وآله فأنا قلت لكم قبل الانتخابات قلت لكم انتظروا بعد الانتخابات وانظروا الدماء التي سوف تسيل وفعلا سالت الدماء وقلت لكم لا تكون هنالك حكومة لأن الحكومة قد شكلت قبل الانتخابات وقد انتهى الأمر وقضي الأمر الذي فيه تستفتيان فلا هنالك كل ما هنالك هي انتخابات صورية كما كانت في زمن النظام السابق قبل سقوط النظام في أيام معدودة حدثت انتخابات للنظام فطلع يعني العراق انتخب صدام 100% هكذا كان النظام يقول بأن 100% انتخابات صدام فكذلك الانتخابات الصورية يا أخي ماذا الآن ماذا يفيد هذا كلامك تقول نحن أخطأنا ونحن قصرنا أحسنت. أين كنت من هذا الكلام أحسنت. الآن 15 سنة وأنت كنت جزء أساسي من العملية أين كنت السياسية من نعم نعم كنت جزء يعني من الحكومة اليوم أنت بكل برود كل وقاحة كل وقاحة سكينة تقول هذا الكلام أنت منعم نعم. الشيخ أبو هاجر وشفت أنت لاحظت بالقاعة يصفقوا له شيخ أبو هاجر هاي كارثة نعم. النوم يقول نعم. إحنا أخطأنا بحق الشعب العراقي وإحنا جوعنا الشعب العراقي والقاعدين يصفقوا له يا شيخنا في كل بساطة أنتم الآن إن أردنا أن نطبق عليكم أحكام أهل البيت لابد أن تحاكموا هذا الكلام غير مفيد أنت الآن أقرار العقلاء على أنفسهم جائز كما يقولون في الشريعة المقدسة فأنت تقول أخطأت في حق الله أنت مع الله سبحانه وتعالى أما خطأك في حق الشعب فالشعب يريد حقه لابد أن تقدم نفسك للمحاكمة كي تبرئ ذمتك أمام الناس وأمام الله سبحانه وتعالى وهذه حقيقة هذه الدوامة سوف تبقى في العراق ولربما إلى ما لا نهاية لأن العراق قد مسكته أيادي غير نظيفة وأيادي غير أمينة وأنا حقيقة الآن أغبطكم لا أقول أحسدكم لأن الحسد حرام
وإنما أقول أغبطكم لمكانتكم التي خارج العراق حقيقة. صدقني صدقني شيخنا أبو هاجر، ترى إحنا عايشين وروحنا بالعراق. صحيح عايشين هنا جسدا بس روحنا بالعراق، والمأساة اللي تصير على هنا بالعراق إحنا أكثر ناس ننكوي بيها. يا أخي نحن تألمنا كثيرا، يعني الوضع في العراق لا يحتمل. المؤمن قد أقصي، الشريف قد أقصي، وغير ذلك هم الذين الآن في الساحة. ولأمثل قليلا كلام نتبرك به لأمير المؤمنين، قليل من الكلمات لأمير المؤمنين في نهج البلاغة، حينما من كلماته، نعم من كلماته لأحد الولاة، لأحد الولاة كان إلى زياد بن أبيه، إلى زياد بن أبيه لعنة الله عليه: وإني أقسم بالله قسما صادقا لأن بلغني إنك خمت من فيء المسلمين شيئا صغيرا أو كبيرا لأشدن عليك شدة تدعك قليل الوطر ثقيل الظهر ضئيل الأمر والسلام، لأن بلغني إنك أخذت شيئا قليلا أو كثيرا لأشدن عليك. أمير المؤمنين هكذا أنت تخرج وتقول ببرود: نحن أخطأنا، نحن مقصرون، نحن كذا، نحن لا، ما هكذا. أنت لابد أن تقول أين تقصيرك، وأين أخذك للأموال الشعب، وأين تقصيرك في أي وزارة، وأي، ولابد أن تقف أمام محاكمة الناس قبل محاكمة الله سبحانه وتعالى. وكما قلت لكم سابقا وأقول لكم، كل المعطيات التي في الساحة لا تدل على انفراجه، لأن هذه التظاهرات لا تقودها قيادة موحدة ولا تعرف الهدف ما هو. أهدافهم بسيطة وهي كهرباء وماء، لكن الهدف أسمى وأعلى وأنزل من هذه الأمور. هذه عوارض لم يذهبوا إلى الجوهر، هذه كلها عرض وليس جوهر. الجوهر هو تشكيل حكومة قوية شريفة نزيهة تخدم شيعة أمير المؤمنين بالذات، بعد ذلك مع جميع الناس نكون في سلم وأمان، ونبسط يد الرأفة والرحمة لمن بسطها لنا، والشدة والقوة لمن لم يبسط. شيخ أبو هاجر، شيخ أبو هاجر مأجور الحكومة. أحسنتم شيخ أبو هاجر. عفوا، باكر يوم الجمعة عندكم تظاهرة في كربلاء مو؟ يعني يوم غد إن شاء الله موجود تظاهرات في عموم العراق، يعني في أغلب عموم العراق تكون تظاهرات. طيب طيب، احنا هنا حلقة الوصل والربط هنا في قناتي فدك وصوت العترة، الأخوة المشاهدين الكرام والأخوة اللي فاقدين الاتصالات حقيقة المقطوع عندهم الانترنت أو أي جهة أو أي حقيقة جهة تواصل مقطوعة عنهم، فهاي قناة فدك وصوت العترة اللي تابعنا، احنا نرشد الأخوة ونخلي التواصل بيناتكم انت وغيرك تتصلون وتخاطبون بعض انه تجمعنا الساعة الفلانية المكان الفلاني والانطلاق والترتيب والتنسيق والمطالب. نعم انا طبعا عندي البيانية اللي حقيقة وصلتني، فأحب أقراها أيضا الأخ أبو هاجر حتى تبلغون بها الآن المشاهدين الكرام الكل بصراحة يتابعون يسمعون. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الشعب العراقي الجريح، تزامنا مع التظاهرات التي ستنطلق في محافظات العراق الجنوبية ومحافظات الفرات الأوسط في يوم الجمعة، الساعة السادسة عصرا ستنطلق تظاهرة سلمية في محافظة كربلاء المقدسة من فلكة التربية باتجاه مبنى المحافظة، وستقرأ قبل الانطلاق سورة الفاتحة على أرواح شهداء كربلاء المغدورين وشهداء العراق كافة والنشيد الوطني العراقي، ثم التوجه إلى مبنى المحافظة وإقامة صلاة، نعم وإقامة صلاة الجماعة أمام مبنى المحافظة مع التأكيد على سلمية التظاهرة.
نعم، وعدم السماح لأحد أن يحرف التظاهرة عن مسارها السلمي. لنفشل نحن المتظاهرون، نفشل مخطط الأحزاب الذي يروم إلى إخماد التظاهرات في جميع أنحاء البلد. نعم، هذا الإعلان وهذا البيانية من الجهات التنسيقية للمظاهرات هذه لكربلاء. نرجو من الأخوة في كل المحافظات أن يوصلون صوتهم عبر القناة، عبر هذا البرنامج، ويدعون أخوتهم في كل مكان. نعم، حتى يكون تواصل، وحتى يكون تجمع، وحتى يكون تحشيد لعدد جيد إن شاء الله. ونأكد ونعيد ونقول السلمية، وليكن الآخرين يستخدمون وياكم أساليب أخرى، خجلوهم بأخلاقكم وبسلميتكم. شكرا جزيلا حجينا. سيد جواد عبد الحسين من كربلاء المقدسة، سلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله وبياك، انت على الهواء مباشرة، تفضل. نص التلفزيون واسمعنا من الهاتف. السلام عليكم ورحمة الله. نص وعليكم السلام. شلون احوالكم غاكي سيد جواد؟ اهلا وسهلا، سلمونا على الشيخ ياسر الحبيب. الله يسلمك، يوصل. نص التلفزيون سيد جواد، نص التلفزيون واسمعنا من التليفون. حضرات الكرام، ان التظاهر حق مشروع لكل مواطن، مو حق مشروع لكل مواطن. نعم. استمر بالكلام سيد جواد، استمر، لا تسمع من التلفزيون. ولكن استمر للأسف بالكلام. للأسف الشديد أن المتظاهرين لا يفهمون كيف يتظاهرون. أنت شنو تظاهر وتقول إحنا نريد من الحكومة فقط الماء والكهرباء، لك أنت طالع مظاهرة بالحر والشمس عن ماء والكهرباء، ولك طالب بحقوقك الصحيحة. قول اني هذول فاسدين ما يدهم، حددوا رواتبهم، رواتب اعضاء مجلس النواب اسويها 6 ملايين او 5 ملايين بدون المنافع الاجتماعيه، عدم تاجير دور لهم ولعوائلهم، هاي كلها من عندنا من خزينه الدوله. الوزراء اخلك الوزير الى 5 ملايين دينار بالشهر او اقل من ذلك. زين، بالنسبة للحمايات مالتهم، الحمايات يخلينا 5-6 والبقية من الشرطة، ويخليهم 30 نفر ياخذون راتب من الدولة وراتبهم هو إلى ياخذك حماية إليه. الشيء الثاني، نريدكم تطالبون بإلغاء مجالس المحافظات والأقضية والنواحي. أحسن. هذه الجرثومة التي مصت دماءنا ولا نعرف أي شيء فعلوه لصالح المجتمع ولصالح العراق. طالبوا بحقوقكم المشروعة. مو واحد من المتظاهرين واجف يقول لإحدى الفضائيات احنا ما نريد من الحكومة غير الماء والكهرباء، من الله يغسلك ويطيح حظك على ذاك المطر. لا 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 سيد جواد، سيد جواد طيب. نعم. طبعا اكو نعم. ناس بسطاء، يعني هذا حد تصوره، حد فهمه. خو انت بالنتيجه مو حقيقه، ما تغلط عليه، انت توجه الثقافة. نعم، متعلمه. احنا ماكولين، لا تعييرات، الكفاءات العلميه معطله بينهم وما زين. انا اسالك سؤال، احنا ليش ناخذ كهرباء من ايران؟ ايران تطلبنا 10 مليارات وهم في حاله حصار، اطيها انت عندك فلوس اطيها، ثم احنا ليش ناخذ كهرباء من ايران؟ احنا مو عندنا فوق، مو احنا ما عندنا فوق، ازود المحطات. سيد جواد شغل الكهرباء. سيد جواد الادهى من هذا مو ايران، ما يسمى البلد. سيد جواد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا المشاهدين الكرام، السادة الأعزاء، نعم الأدهى من هذا مو احنا ناخذ كهرباء من إيران والآن قطعتها عنا إيران. الأدهى من هذا الآن وزير الكهرباء يروح يتفق أو يتعاقد ويتوسل ما يسمى السعودية.
نعم هذه العدو نعم. اللدود هذه اللي يعني من 2003 اللي هي اليوم الإرهابيين والإرهاب اللي دخلتها للبلد ودماء هؤلاء الشهداء اللي بالجملة كل حقيقة في رقابهم في أعناقهم. نعم يروح يريد من عندهم كهرباء وشلون ورقة يلعبها ورقة خسيسة بائسة. هذا لما هو إرهابي يريد حقيقة يتلذذ بقتلك وبدمك لما أنت تستجدي منه كهرباء وينطيك الكهرباء. ثم ماذا في أي وقت من الأوقات أنت تكون بيده نعم ورقة يقلب بيك شلون متى ما يشاء وكيف ما يشاء ويلعب بمقدراتك ومقدرات البلد متى وكيف ما يشاء. انت شلون تعمل هذا العمل وما أبخس وما أرخص وما أسهل أن, أن, أن نجلب محطات توليد كهرباء وعدنا العقول. هسه احنا لو نريد نقول نجيب الصين او غير الصين نتعاقد وياهم ويسوون محطات او مولدات اي شيء نريد نسوي خلينا نسوي. ولكن ثق واعتقد خلي يسمع العالم كله كفاءات بالعراق الكفاءات بالعراق الموجودة والله ويشهد كل العالم إلها انه نستغني عن كل شركة عالمية ناهيك عن انه احنا عندنا فلوس ونجيب افضل شركة وباسرع وقت وبادق دقة وما ترمش الكهرباء 24 ساعة وسنة 12 شهر. احنا ما محتاجين نتعاقد ويا عدونا ما تسمى السعودية. نعم حجي تفضل. نعم ناخذ استاذ رزاق الدراجي من محافظة البصرة عضو بمجلس البلدي في محافظة البصرة. سلام عليكم استاذ رزاق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وبياك. ما هي آخر الأخبار في البصرة يا أستاذنا العزيز؟ الله يحييكم أستاذ أبو رزاق غالي. أخبار البصرة ولا حاليا الأوضاع مستقرة والمتظاهرين حاليا اتجهوا اتجاه صحيح من خلال تظاهرات السلمية والاعتصامات. بالنسبة اليوم حصلت اعتصام في ساحة التحرير من قبل مئات المتظاهرين مطالبين بتوفير الخدمات مطالبين بإقالة الفاسدين مطالبين بإخراج المتظاهرين المعتقلين من قبل الدولة وكانت مطالبهم كثيرة. نعم. وغدا سوف تخرج تظاهرة قوية من عموم المحافظة الناقضية والنواحي وطالبوا لهذه التظاهرة أغلب شيوخ عشائر البصرة من شمال البصرة ومن قضاء الزبير ومن قضاء أبو الخصيب وشط العرب ومركز المحافظة. وللأسف الشديد الحكومة المركزية والحكومة المحلية لم تصغي للمتظاهرين وإنما تسويف للمطالب حاليا. يعني أعلموا بأن 10,000 فرصة عمل للعاطلين وهذا يعني كله كذب بكذب كون يوم أمس ذهبوا المواطنين المساكين العاطلين عن العمل إلى مكتب تشغيل الواقع في منطقة المعقل التابع إلى محافظة البصرة وتم تقديم طلبات إلى هذا المكتب وللأسف الشديد تم رمي طلبات في الشوارع لأن الطلبات كانت كثيرة أكثر مما كان متصور من الحكومة فتعاملوا مع هذه الطلبات يعني صورة للأسف يعني ما توصف وتوجد مقاطع فيديو لهذا الموضوع. يا ريت لو ارسل لنا يا الأستاذ أبو أستاذ يا ريت ترسل لنا يا على الواتساب هذه الصور اللي حضرتك تتكلم عنها حتى نعرضها ونبين حقيقة الادعاء اللي تدعي به الحكومة يتوفر فرص عمل وكذا 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 وكلها كذب بكذب مع الأسف. ما أريد يضحكون علينا مرة ثانية
وإذا خمدت هاي الانتفاضة وما حققنا مطالبنا فبصراحة أرد أقول نقرأ السلام على أهلنا، لأنه هذه فرصة، وهذه الفرصة ما أريدها تروح من يدينا، ما أريد كل حقوقنا، ما أريد فقط كهرباء وماء، أريد كل حقوقنا. وأنت أعرف وسيد العارفين في حقوق الناس والمواطن، وأنت أقرب للمواطن، تفضلوا. فعلا حجينا، وحجينا يعني المواطنين خرجوا، يعني أنا تعقيبا على كلام الأخ المتصل السابق، يعني خرجوا مو فقط على الخدمات، هم طالبوا بأقالة الفاسدين، طالبوا بأقالة الحكومة، لكن هذه الناس ليس لها لا حول ولا قوة إلا صوتهم فقط. يعني الدليل بأن خرجوا في تظاهرات، تم تفريق المتظاهرين، تم اعتقالهم، تم يعني ممارسة جميع أعمال، أي أعمال يعني لا إنسانية مع الأسف. فالأخ المتصل يعني احنا ما نريد نقول مثلا تجاوز عليهم او ناس بسطاء، ناس اللي قدروا له سووه، هذا اللي قدروا له. نعم استاذ رزاق، انت اليوم استمعت يمكن الى حديث الحكومة، الى حديث هادي العامري، شنو تقييمك اليه؟ نعم والله صراحة الحديث يعني ان كان حديث هادي العامري او حديث رئيس الوزراء او حديث بعض المسؤولين بالدولة، صراحة يعني يردون يهدئون الوضع لغرض تمرير الوضع الانتخابي اللي حصل قبل فترة قليلة، كون هسه رئيس الجمهورية صدر قرار أو بيان رئاسي بأن أخرج المجلس النواب الحالي إلى التقاعد. نعم إلى التقاعد. ها نعم. رئيس الجمهورية قاعد من النوم أستاذ رزاق؟ إلى التقاعد. نعم. وهذا قاعد من النوم؟ نعم موجود الكتاب عندي، هذا موجود. لا لا هو رئيس الجمهورية قاعد من النوم، وإحنا ندري نايم صار له 4-5 سنين. هو احتمال وقع الكتاب وهو نايم ايضا. ها وقع هو ونايم. اي مو دا اقول مو 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 معقول يقعد، مو من عوايده يقعد. الحقيقه احنا نسمع عندنا رئيس، لا شفناه لا سمعناه، لا صوره لا شرشوبه للاسف، لان استخفاف باراء الناس المتظاهرين. يعني احنا نحن نتظاهر على بان اقاله الفاسدين، ونتظاهر على عدم إعطاء أعضاء مجلس النواب الرواتب التقاعدية، إلغاء هذه الرواتب، وهو يخرجهم على التقاعد. فهذا استخفاف بالشعب العراقي، واستخفاف بالشعب المطالب بهذه الأمور. أي نعم. وهذا لو كان عنده في كردستان كردي واحد مقتول، شوف إيش كان سوى. والآن أبناء شعبنا يقتلون بالشوارع للأسف. أنا اليوم عندي إحصائية 11 شهيد من عموم المحافظات المتظاهرة، وموجودة صورهم للأسف. يعني 11 شهيد لا أبالي، لا الحكومة، لا يعني حقوق الإنسان لحد الآن يعني ما محركين ساكن، ما طالبوا، ما قالوا هذا الشعب الأعزل، هذا الشعب اللي جاي ناضل لأجل الحرية، جاي ناضل لأجل إقالة الفساد، جاي ناضل لأجل تحقيق العدالة. طيب احنا لا حول ولا قوة الا بالله. اي والله. نعم احنا هاي دعوة طبعا من خلال الأستاذ رزاق الدراجي لكل متظاهرين محافظة البصرة، انه راح تكون مظاهرة خلينا نقول مليونية ان شاء الله، يطالبون في حقوقهم. فندري الشبكات الانترنت جدا ضعيفة، فهاي دعوة، وهذه عن طريق قناتي فدك وصوت العترة ان شاء الله. ونريد من كل محافظة متصل حتى يوضح ان منين الانطلاق وشنو الاهداف وليش راح ينطلقون، حتى نكون ربط بينكم ان شاء الله وبين الشعب العراقي، لانه هذه القناة ما حد يقدر يسكتنا ولا حد يقدر يرشينا، وان شاء الله صوت الحق من هنا ينطلق ان شاء الله. ان شاء الله
استاذ رزاق شكرا جزيلا. شكرا استاذ ابو احمد ومشاركتك. ان شاء الله تزودنا بالافلام والفيديو والصور اللي عندك يا استاذ رزاق. ان شاء الله ان شاء الله. بس استاذنا الفاضل ابو رضا، نعم، بس عندي فد مداخله. تفضل. على احد الاخوان قبل كم يوم تحدث بخصوصي انا، يعني بخصوص شخصي. نعم. ابو احمد الدراجي. نعم. وانا احب من بنكم الشريف المبارك بأن أقول بأن أنا محارب داخل المجلس ومحارب كوني يعني أحارب الفساد. كونك رافضي من قبل قيادات. نعم كوني رافضي. نعم أحسنت. أنا أعرف. نعم. أعرف كل شيء. أفتخر أنتمي إلى الخط الشريف اللي بقيادة سماحة الشيخ ياسر الحبيب الله يحفظه ويسلمه لنا. جزاك الله خير الجزاء. الله يحفظك ويجزاك الله منصور ان شاء الله. الله يسلمكم. وانا اريد ان اقول. نعم. وجودكم ان شاء الله. وجودكم. نعم. اريد ان اقول بان انا محارب في المجلس، واذا عنده اطراف في المجلس خلي يجي ويسال ويشوف يتاكد. نعم انا اعتقد رديت عليه في وقتها وجاوبت جواب الشافي. والرجل اعتذر قال انا. نعم. ما ادري بهالواقع. وانت رجل معروف. ايه. يعني حقيقه انا اعرفك شخصيا، رجل جزاك الله خير الجزاء، تحب تخدم الناس واهلك والداير ما دايرك، جزاك الله خير الجزاء، والله يوفقك ويثبتك على هالمواقف هاي ان شاء الله. الله ينصرك ان شاء الله بستر الزهراء، يسترك وينصرك يا ابو احمد يا استاذ رزاق. شكرا جزيلا. ناخذ ام علي من محافظه البصره. السلام عليكم اختنا ام علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صوتي واضح لان احنا النت عندنا مو زين. ان شاء الله واضح. يلا تفضل. ان شاء الله واضح. تفضلوا. بس اريد اوجه رساله لهذا عمار. نعم. اقول له يا ما تستحي، يا ما عندك غيره، مثل ما قال احد المتظاهرين، قال غيره ماكو، الغيره العراقيه مو كل واحد يشيلها. نعم. اليوم يكتب على قناته، بعدتوا شايفين قناه الاستديو مالته والعارضات شايفيهن. نعم. نعم. يكتب على قناته أبرز ما قام به المهندسين، قطع الطرق، قطع النوافذ، حرق الإطارات، اي نعم، هجوم على دوائر الدولة. هذول اصلا مو مهندسين. نقول لك احنا، انت عايش ويانا بالبصرة وغاسل وجهك بماينة، نقول لك مو مهندسين، واحترم نفسك، تعال غسل ويانا هنا بماينة وشوف. وهذولا مو مندسين، لو مندسين كان خربوا كان نهبوا. هذولا بس قطعوا الطرق حتى الناس، حتى الحكومة يوصلون صوتهم إلهم. لو مندسين كان هجموا على المستشفيات، كان هجموا على المدارس، كان يعني باقوا ذني الشغلات، يعني الأثاث مثل ما صار يعني بصدام من صار تدرون بي. يعني أختنا معالي، طبعا مو بس أنت رديتي من نبي اللي بالحقيقة بالقيادة، يعني القيادة البلد من المسؤولين اللي هو اليوم هادي العامري، رد ولط على حلقة وقال بعيدا عن الاتهامات بالبعث والمندسين وكذا وكذا، خوش عدد لهم، قال لهم لا تتهموا العالم، شرفاء طالعين يطالبون بحقوقهم، هذه اتهامات ودا تعلقون هاي الاتهامات، تجعلون هذا الألقاب بالمندسين والبعثيين وكذا شماعة تعلقون عليها أخطائكم. نعم ردوه، وهذا الرد مالك أيضا أقوى رد وأحسنتي. تفضلي. وهو عمار الحكيم، أنا أصلا من النجف، دائما أتصل وأقول أنا أهلي العدسة موجودين بالنجف، كل سنة أروح، وأنا تربيت بالنجف أصلا، أنا بس تزوجت وراء سقوط صدام جيتني البصرة، أصلا البصرة يعني أنا من رحنا للنجف كنت صغيرة، ما يعني أعرفها مثل ما أعرف النجف، تربيت بالنجف وهسه تزوجت بالبصرة وكل شيء أعرف عن النجف، هسه لا تردون تسألوني أعرف كل شيء عن النجف. عمار الحكيم أقول له مو أنت أول واحد شردت، مو أنت أول واحد شردت، أنت وأبوك من دخل من صدام جاب لنا الجيش، منين جا الجهاد مالتك وحاط لك ماخذ لك حصة من النفط، منين جا جهادك؟ ها؟ جيت رجعت للعراق وقد سويت لك مقرات واستوليت على كل شيء، والله شنو احنا مجاهدين كنا بإيران،
منين اجى جهادك؟ جهادك المجاهدين اللي استشهدوا اللي دفنهم صدام احياء بحي السلام، حقهم ودفنوهم هم واحياء، ذولا مجاهدين، ذولا لازم لهم حصه من النفط لاهلهم لعوائلهم، مو انت جاي تاخذ تنهب بنفط النفط وبنفط البصره. والله شنو احنا مجاهدين، احنا مجاهدين خابصين 24 ساعه مجاهدين مجاهدين. وثاني شيء كانوا يجاهدون بطهران وبلبنان وبسوريا وكانوا يجاهدون. اي نعم نعم. او حتى هذه العامري مو كان يكتل بالجيش الفقراء البسطاء اللي نعم. لازم يروحون للجيش خدمه الزاميه، مو كان يكتلهم بالحدود عام من كان بايران، مو يقتل الفقراء الجنود العاديين. ها احنا نعرفكم كل زين، بس خلونا ساكتين. اذا ظلون تجاوزون على الناس البسطاء وطيحوا لهم مندسين وبحثين، كل ما طلعوا يطالبون بحقهم قالوا مندسين بحثين، يومين يطلعوا لهم تهمه، لو مخربين لو منفلتين، كل ما تطلع مظاهرات يسووا لهم تهمه ويكتلونهم ويطمعونهم ويسكتونهم. اختنا معلي ابدا مو جديده هاي، كل طالب كل واحد يطالب بالحق يلقبوها الألقاب. عندنا الحسين عليه السلام شنو سوى شنو قالوا عنه؟ خارجي خرج على خليفة الخليفة يزيد بن معاوية. الحسين خارجي وخرج عن الخليفة وسوى فتنة وقالوا قتل في بسيف جدة. هاي الألقاب اللي قالوها عن الإمام الحسين عليه السلام، هذا بطل الإنسانية بطل الحق الثائر. نعم، فإحنا سائرين على خط الحسين، احنا وذول المنتفضين الابطال. نعم، واعوان يزيد موجودين لحد هذا اليوم، كل حكومة باطلة هي حكومة يزيد واعوان يزيد. نعم، تخلي من الاتهامات ما تشاء. نعم، تفضل يا اختنا معلي. اذا من تبين من كان المالكي وحد هسه كل ما يسمونهم باسم جديد، كان المالكي يسميهم البعثيين، المنفلتين ومرة المخربين وهسه المندسين، كل ما تطلع مظاهرات يسمونهم ويكذبون على الناس وشوفوا خربوا. وهالمرة هم كذبتهم مال رادوا يكتلون المرجعية، أصلا السيد الثاني ما حد يدنى الآن من الندف ودري بذيت الأوضاع الموزية، أنا ما حد قدر يدنى له. أول ما طلعوا لهم كذبة شوفوا راح يهجمون على السيد السيستاني وخوفوا العالم وقطعوا الإنترنت وبلطوا الدنيا. شنو صار؟ هو احنا نريد ماي، نريد ماي، هاي مو مطالب اصلا، هاي حق، هاي ماي كهرباء وهذني الشغلات، هذن مو مطالب. المطالب احنا لازم نطالب حقنا بالفلوس بالمليارات، هذني لازم هنا اصلا يجنى هالشي. نعم، شكرا جزيلا اختنا علي على مداخلتك، جزاك الله خير الجزاء، الله ينصركم. نعم، واحنا نطلب نقول للاخوات ايضا ام علي اذا موجوده وتسمع ولكل الاخوات، يعني مو بس شبابنا، لتكن الانتفاضة فيها جانب نسوي أيضا، نسائنا. نعم، أخواتنا. نعم، حقيقة علويات فاطميات زينبيات، نعم، هم يخرجن ويداعن بحقوق مشروعة كرامة، العيش بالعراق حقيقة بكرامة بين قوسين، لا مي وكهرباء، عيش كريم حر. نعم حجينا، عندك متصلين؟ لا حجينا، بس مداخلة من الأخت أم علي جزاها الله خير الجزاء، تقول إنه خليجي عمار يغسل وجهه بماء البصرة. يعني اشتردينا يطلع بي حصاف، يطلع بي اللي قاعد يصير بهنا بالبصرة. شوفوا صراحة نزاكم، وين يقدر هو؟ هو اللي يسلم عليه يمسحون يده من وراه، اللي يبوسون. نعم، أنا يمسحون هي. نعم. حجينا اليوم قريت يعني بأحد الأخبار أنه الأسبوع الجاي راح تكون درجة الحرارة توصل في أوروبا وخصوص هولندا 40 درجة مئوية. شنو سوت الحكومة؟ انتبهوا لي، شنو سوت الحكومة يا هنا يا عزائنا بالعراق؟ بس يعني مورد أقهركم، وإنما أنا مقهور من الصبح ليسه. أجرت الطائرات من السويد لترش على الداير ما داير هولندا. ليش؟ لأنه درجة الحرارة 40 وما يتحملون، فأجروا طائرات أسبوع الجاي يمكن راح يطلعوها
وترش ماي على مود شنو يبردون حجينا احنا يخافون على ناسهم احسنتم حجينا يخافون على اهلهم. اما المقارنات حجينا فلا تقارن لا تقارن حكومتنا الموجوده الجائره الفاسده هذه شيعيه بس خلي خدمك بس مهنان الكلام نعم. لا تقارنهم حتى بالصومال يعني الصومال الموزمبيق اي دوله اي دوله فقيره تعبانه نائيه شتيدي تسمي سمي لا تقارنهم لا يقارن. مو ذاك اليوم حجينا قبل أشهر كان نعم الاتحاد الأوروبي أقر بأن أفسد برلمان في العالم هو البرلمان العراقي. إذا حجينا تسمح لنا وأكو ما عندك متصلين طبعا الحاج الكريم أبو رضا الساعدي والمشاهدين الكريم والأخوة اللي متصلين وأذكر منهم الأخ أبو خالد نعم نوهوا وبينوا نعم أنا حطيت نقاط وتفاصيل اللي أقوله يا هادي العامري. طبعا أنت دنت نفسك ودنت الحكومة كلها وأنت فضحت الحكومة كلها وأنت من باب تريد من هذا الباب تريد تسوي بطولات. البطولات للأسف الشديد يجون الآخرين القاعدين يصفقوا لك. هذا يا أخوان يا من كنتم قاعدين ويا من كنتم خلف الشاشات لا تصفقون لا تستعجل بالتصفيق. قبل صفقتوا الصدام وقبلهم وقبله وقبله والإجا بعده واليوم تصفق للعامري. على شنو صفقت له؟ قال اعتذر؟ قال على فشله؟ لا أول شيء شنو قال؟ أول شيء هذه الشهادة للعراق والعراقيين الأبطال. يقول أرسلوا رسالتين العراقيين الأبطال لرفضنا لرفضنا كحكومة. أول شيء مقاطعة الانتخابات هاي أول رسالة. طيب يا هادي العامري من وصلت لك هاي الرسالة ليش ما لبيت وتبت وأعلنت التوبة وأعلنت الاعتذار والخطأ؟ راحت هاي الرسالة. اجت الرسالة الثانية مثل ما قلت حضرتك أنه المظاهرات هاي رسالة ثانية برفض الشعب لهذه الحكومة. هاي بلسانه هو. أنت واحد من الحكومة يا هادي العامري لا تصير بطل وبالشعارات والخطابات. قبلك كان صدام هم بايع علينا بطولات وفارس الأمة العربية وبنروح بالدم نفديك يا هتشان. فهذني ما مشن ويا صدام وراح وطاح حظه وراح يطيح حظكم انتو همات. هذه يا هادي العامري المظاهرات اللي اجت وهسه انت تطلع وتقول بعيدا عن الاتهامات بالبعث والمندسين والالقاب هاي قلت كلهم شرفاء وعندهم حقوق مشروعه يعني دنت الحكومه اللي انت منهم وايدت المتظاهرين والشعب. هذا اعتراف. نعم وتقول اخفقنا وقصرنا وعجزنا يعني انت مخفق ومقصر وعاجز. خلي نسأل إن أي طفل بالشارع نقول له فد واحد مخفق ومقصر وعاجز وين تخليه؟ يقول لك إذا ما يروح يقعد ببيتهم أنا أجي بالقوة كمتظاهر أطالب بحقوقي أشيله وذبه بالزبالة. فوخر أقعد ببيتك قبل لا يجوك ويذبوك بالزبالة لأنه هذا مصيركم مثل ما كان مصير الذين سبقوكم. تقول التهينا احنا وقصرنا والتهينا بالصراعات الداخلية. قبل شوي انا كنت على قناة العراقية باوع فد برنامج نعم كان محمد العسكري ومدح بالحكومة ومدح بالمتظاهرين وما اعرف هذا الكيل بالمكيالين ويريد يمسك العصا من الوسط وبصراحة ما اتطرق لهذا. انت اتطرقت لهذا. هو شنو قال محمد العسكري؟ واحدة من جملة ما تكلم به قال انه كان عندنا داعش كان ارهاب كان 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 كنا ملتهين آلة عسكرية آلة حربية نريد دبابات هسه بعد ما نريد ولازم هسه نعمر وما راح نلحق وخلي ينتظرونا من هذا الكلام اللي يصفطوه ويزوقوه ويرتبوه ويطوه عن للناس وكأنه بصراحة الناس يعني ما أدري شنو يريدون يسموهم بس الناس واعية ومثقفة وتفتهم. محافظات الجنوب والوسط كانت ولا زالت أمينة أي إرهابي الإرهاب كان يجينا
وانتم تدرون مين من الغربية ومن مكانات أخرى اللي هو اللي تلقبوه بالسيطرات الإرهاب لا دين له. نحن كم مرة عنونا وقلنا لكم لا تقولوا هكذا، امسحوا هذه العبارات وقولوا للإرهاب دين، وهو دين البكرية، دين أبو بكر وعمر وعائشة، دين الإرهاب. فمو تقول الإرهاب لا دين له. نعم كل من حقيقة يسير بنهج أبو بكر وعمر وعائشة إرهابي، لأنه اللي تقود معركة وتقتل 20,000 هاي إرهابية، فاللي أمة إرهابية راح يكون مثل أمة. وأبو بكر وعمر اللي هجموا على دار الزهراء وكسروا ضلعها وقتلوا جنينها وقتلوها إرهابيين، واللي يسير بسيرتهم إرهابي إلا ما رحم ربي اللي يتنور ويجي يآمن بالدين الإسلامي الشيعي الرافض الحق فيكون ليس إرهابيا. فالإرهاب والتفجيرات والعنف والطائفية كما تسموها ما كانت موجودة والفرص متاحة. هذه كربلاء اللي أنا منها وابنها وأبا عن جد، كربلاء ما بيها أي شيء مستقرة. وين خدماتكم بيها؟ وين مدارسكم بيها؟ وين مستشفياتكم بيها؟ وين الكهرباء بيها؟ وين 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 وين؟ فهذا يا محمد العسكري جواب. نعم. مختصر وبسيط. العفو حجينا إذا متصل تأخذه بعد ما أكمل ثواني. نعم. ما أتأخر فضلوا. وإذا متصل ضروري كملوا كملوا. نعم أستاذ محمد العسكري، هذا واحد ما تفضلت به واللي بالمقابلة ما انتبهت شنو كان اسمه، لأن أنا على عجالة أريد أطلع وأجي للبرنامج. نعم فبالنتيجة بالنتيجة تقول هالشكل، فيجي يقول نعم هادي العامر يقول شغلتنا عن الخدمات الصراعات الداخلية، راح تفرها وتقول صراعات داخلية يقصد بها القضاء على الإرهابيين اللي كانوا بالداخل. لا يا أخي، الصراعات الداخلية التي كانت بينكم أنتم الأحزاب. نعم. الدعوة ومشتقاته، المجلس الأعلى ومشتقاته، حزب الله ومشتقاته، والفضيلة ومشتقاته. نعم. والتيار ومشتقاته، وكل كلهم مع مشتقاتهم، وأيضا إذا اتحدوا مع مشتقاتهم ضد الفئة الثانية، وعدكم أنتوا واحد يفضح الشعب. واحد يفضح الآخر بكثير من المقابلات مع كثير في كثير من القنوات، وكثير من النواب فضحوكم وقالوا إحنا لما نختلف تصير التفجيرات. يعني مولانا فالصراعات الداخلية بيناتكم هذا اللي أخركم عن خدمة الشعب، وسرقتوا الأموال خليتوها للتفجير والتفخيخ ولتصفية واحد للأخ، وبقتوها من الناس وصرفتوها لقتل الناس. وبالنتيجة الصراعات الداخلية اللي اعترف بيها صراعات بيناتكم، ولا تقولون كنا نقمع الإرهاب. الإرهاب احنا قمعنا، احنا الحشد الشعبي الأبطال وزعيمنا مرجعنا والله الكبير آية الله السيد علي السيستاني بفتواه المقدسة قضينا على الإرهاب. فأنتم طبعا إرهابكم وداعشيتكم السياسية إذا نقضي عليها فهو أكثر من الإرهاب باحتلال الموصل، أكثر من داعش طبعا. وهذا ما شاهدتوه مثل ما تفضل الأخ أبو أحمد قال 11 شهيد في عموم العراق. نعم هذه تصرفات داعشية بعثية. مسالم يطلع لك بإيده ويصيح سلمية سلمية وترميه، هذه تصرفات داعشية. نعم والاعتذار يا هادي العامري، قلت أعتذر وقلت أطلب المسامحة يا أخي يا العفو، أنا قلت لك يا أخي، المهم ما يخالف. المهم يا هادي العامري تقول اعتذر أعتذر وأطلب المسامحة والعفو من الشعب. نعم وتطلب من السياسيين كذلك. فأنا أقول يا هادي العامري طلبت المسامحة، أنا واحد من الناس ما مسامحك. أول شيء اعلن التوبة قبل المسامحة. كل الشعب العراقي ما يسامحكم، ليش؟ إلا أن ترجعوا ما سرقتموه. شنو أنت قاعد تقشمر علينا قدامك؟ واحد عمي
أصغر طفل بالعراق، أصغر طفلة سياسي أو يلعب عليك يوديك للشط ويرجعك عطشان. شنو هالكلمات المزوقة اللي مع الأسف الحاضرين طق 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 يصفقوا لك؟ ما تستحون، ما تستحي على نفسك، روح توب ورجع المسروقات اللي انت. انا عندنا فيلم فيديو باكر اجهزه حتى يشوف المشاهد الكريم، انت في احد لقاءاتك تقول راتبي مليون دولار شهريا، على اي اساس وتعللها وتقول انا اخذ عادل عبد المهدي ذاك حجينا عادل عبد المهدي وهو هو نفس الشيء، هم نفس الكلمة نفس الشيء. احنا 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 ما نقول عمار. احنا نقول انطينا رواتبك اللي خذتهن باي حق، وانطينا اللي من ورا من وراء من خلف من الكواليس اللي خذتهن باي حق، وايضا وايضا في الفساد اللي عاثب الارض فسادا. ابنك مثلا اللي رجع طياره من بيروت، ايش قد كلفتنا هاي الطياره ورجعها من بيروت؟ حضرة جناب ابنك المغوار المقاتل الاشوس ابن الاشوس، إيش قد كلفت هاي الطيارة حتى رجعها؟ هاي كلها من أموال الشعب العراقي، هاي لازم تتوبون أنت وابنك وترجعوها، وغير 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 وغير. نعم هذا كله لازم تتوب وترجعه، أو بعدين تجي وبدموع التماسيح وتلقي خطبة وحقيقة صدامية نسمي هذه الخطبة. نعم حتى يصفقوا لك الآخرين، كون إنسان شريف وتمشي ويا الشعب، وما مطلوب للشعب ذاك الوقت الشعب راح يسامحك. وإلا حتى جعفر الإبراهيمي الآن غايب عن الساحة، خطيب هذا الخطيب هذا الرجل يقول واحدة من خطاباته، نعم يا وطالما احنا كررنا هذا الكلام، يقول حتى الجنين، وكثير من الخطباء قالوا هذا الكلام، حتى الجنين اللي في بطن أمه راح يحاسبكم، لأنه هاي الأموال استرختوها تشمل حتى الأجنة اللي في بطون أمهاتها، فمو بس احنا اللي موجودين. نعم تقول بعدين نعيد ونصلح العملية السياسية، تطلب من السياسيين خلينا نعيد ونصلح، من يبقيكم انتو ومن يريدكم؟ وبعد خراب البصرة تريد ترجع وتصلح؟ يعني كل هذا انت لازم تبقى وتعيد وتصلح؟ انت رجع مويلاتنا اول مرة، رجع بوقاتنا اللي بوقتهن، رجعوا قيمة العراقي، رجعوا كرامة العراقي، رجعوا الدم العراقي، رجعوا لسبايكر، رجعوا لهؤلاء الهداع الشهيد اللي وسقطوا الآن، هذول برقبة من؟ انت واحد من عندهم مسؤول يا هادي العامري، مسؤول 11 واحد سقطوا، وفقط في كربلاء عندي احصائية 37 جريح، هذول برقبة من؟ انت الآن في الحكومة، انت الآن اذا راضي بهذا اذا انت مشارك، واذا تقول ما راضي اطلع ويا المتظاهرين ساندهم، اطلع واوقف وقفة رجل شجاع. هاي الخطبة مو شجاعة، الشجاعة قول ذني فلوسكم، هذا اللي اخذته وهذا ابني وهذا اني، وانا وياكم انا واحد من الشعب وبدون حماية. في روايات لأهل البيت سلام الله عليهم اليوم انت تحدثت بيها وياي وقلت لي انه احد انا جاي بيها اذا نعم. تسمح لي انا خادمك حجينا، لانه راح حقيقه شارفت على ختام اللي عديته من النقاط اللي اخذتهم من كلام هادي العامري. يقول سيد محمود من كربلاء، سيد محمود سيد ونرجع نعم في خدمتك. سيد محمود سلام عليكم سيد. وعليكم السلام سيدنا الغالي، ورحمة الله وبركاته، يعطيكم الصحة والعافية. شلونكم شيخنا أبو رائد؟ الله يعزك ويخليك سيدنا مولاي. شلونك شيخنا أبو مرتضى؟ الله يعزك، الله يبارك بيك. الله يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله. الله يسلمك يا ما خليته. شلون الشيخ إن شاء الله؟ الشيخ بصحة وسلامة الحمد لله ونعمل. بخير الحمد لله بخير، بركة دعاكم. ما خليتوا كلام احنا نتكلم به وحكيت له بقلوبنا، الله يعطيكم الصحة والعافية. الكلام لك ابو سيدنا تاج راسي، احنا بخدمتكم. اغاتي الله يسلمك برائد، صوت الكربلائي صوت العراقي، نتشرف بكم. والحاج ابو رضا المحتوى، والله هذا انتم نبض العراق تحكوا، يشهد الله. الله يسلمك، رحم الله والديك. بالله ما خليت يعني صحيح اي حجة لقيتوها، واحنا شريد نعبر شريد نقول من عرض الحسين عليه السلام. سلام الله على الحسين، سلام الله على الحسين. والله يا اخي الله يعطيكم الصحه والعافيه، شنحكي لكم
إيش نحكي لكم لو اطلعت عليهم لو وليت منهم فرارة. لو شو كربلاء لو شو كربلاء كربلاء طبعا درة الجنة والدنيا والآخرة. لا تعمير لا ماي لا كهرباء طبعا. وشوف اليوم اجتمعوا المحافظ الجماعة الشيوخ والمحافظ والمحافظ ما ادري ايش ما ادري ايش قال وسولف على اساس يجيبون مولدات عقب ما شالوا المولدات من المحافظة من مركز المحافظة. ما نقبل حلول ترقيعية خلي يطلع المحافظ ما نريده احنا. ما جاي يطلع ما جاي يطلع صوته للناس ما جاي يعني ما جاي يشوف الناس ابدا. لا قصده يستقيل يقدم استقاله ما نريد بعد يعني يريد يجيب لنا مولدات احنا ما نريد حلول ترقيعيه. احنا شنو فرقنا عن بلدان العالم المتطوره؟ ليش من هو مو عايش بالدنمارك مو جنسيته دنماركيه بالدنمارك هم يجيبوا له مولده؟ نعم أضراء شالوهن من العباسية من باب الخان أدري المقدير الشريفين شالوهن المولدات قبل سنة أو سنتين. نعم بعدين شو هسه رجعوهن المولدات. أدري هاي مو حلول هذا مو أمر صحيح وإحنا نقول هذا ترقيعية حلول ترقيعية ما نريدها. إحنا ما نريدها ويعرفون الشعب ضاج من عندهم يعرفون الكربلائيين خصوصا محافظ كربلاء ضايجة من الناس ما تريده أبدا ما يريدون يشوفون هالوجوه هاي القبيحة الكالحة ما أريد نشوفها أصلا ولا أريد نلتقي به. وأنا دائما أسأل وأقول ودائما أصدقائنا الموجودين اللي نعرفهم الكربلائيين أهل الغيرة أهل الإنسانية أهل الدين أهل الشرف والله بيوتنا مشرعة علما تدرون للزوار. أي والله والنعم من السيد وتدرون شيوخنا الكرام تدرون بيوتنا بالله تنترس بزيارة الأربعين ونكيف إحنا نجيبهم والله والنعم منكم والنعم منكم سيدنا بالله العلي العظيم نجيب الزار على متونة نجيب شايلين لبيوتنا. هي شنو لا وجبة لا كهرباء لا ماء لا خدمات ونجي هم يتعجبون يقولون كربلاء يجون من خارج دائما يعني من ايران من الدول الاسلاميه يقولون الله الله كربلاء هاي كربلاء وانتم عزكم حكام شيعة يسمونهم شيعة ذول الكربلائيين. نعم كل الشيعة في العراق. نعم فاحنا مشكلتنا الوحيده يا أستاذنا أو يا شيخنا أو يا شيوخنا مشكلتنا الوحيدة إحنا منا وبينا هسا لا تحكي أو تطلع بالشارع أو تقول تاشي قالك لا أقف دول المستفيدين طبعا دول المستفيد لا أكيد. هذا محاكي هذا عمي إحنا 15 سنة صار لنا شنو شفتوا جديد أكو غير الخراب تعال شوف الخرايب تعال شوف باب الخان من باب الخان من شارع العباس قمر بني هاشم العباس عليه السلام للفسحة تندلها يمكن نعم أو تطلع بها شوية بكثر شارع ابن الحمزة شوف الدمار شلون شوف الوساخة شوف الزبالة يجي الزائر والله يحط إيده على خشمه صحيح يلافت يمنى ويسرى صحيح يتنوع يمنى ويسرى بالله شنو هاي إذا عندك فندق أو عندك مكان أنت من جماعتهم يجونك يسامونك عليه يا مثلا بهالقد مليار إذا هالقد مليارات هل يسمعونه وما سيسمعونه 100% قد مليارات عندكم وتدفعون مليارات ما تعمرون الشوارع ما تسوون خدمة إنسانية إلى زوار الحسين عليه السلام مو أرض الحسين هاي مو الحسين عليه السلام قال خدموا زواري. سيدنا احنا لضيق الوقت باقي عندنا دقيقة واحدة لانتهاء البرنامج باكر إن شاء الله شاركون بالمسيرة اللي تطلع ضد هؤلاء الفاسدين. والله ملينا بالله وأنا أسمع وأنا من المتابعين إلى قناتكم الكريمة الشريفة صوت العراق احنا مطالباتنا بالدولة الأمنية سيدنا ولكن نقول الإمام آخر الأئمة عليه أفضل الصلاة والسلام بالله وأنتم أهلا لها بارك الله بك. هذا جد الحسين بارك الله الحسين اللي ضحى بارك الله بك. احنا من زمن بعيد طالبنا بالدولة الأمنية بقيادة المرجعية يعني لا برلمان ولا مجالس محافظات لأنهم كلهم سراق وكلهم منتفعين ويأخذون رواتب على ظهورنا وأفرغوا خزائن الدولة في حماياتهم
وفي مصارفهم الشخصية. شكرا جزيلا سيدنا، بارك الله بيك. أنا أعتذر منك حجينا، باقي عندي دقيقة واحدة للانتهاء. أنا بهاي الدقيقة حجينا أقدر أستميحك عذرا للمشاهدين الكرام، دواخلهم وأخذت من وقتهم زايد. أخير شيء قال هادي العامري: اللهم أرنا الحق حقا كي نتبعه، والباطل باطلا كي أو حتى نتجنبه. أسألك يا هادي العامري، طيلة بقائك بالحكومة وهاي الحكومة وهذا الفعل الآن، الحكومة اللي تفعله مع المتظاهرين، من الحق ومن الباطل؟ هل الشعب والمتظاهرين حق والحكومة باطل، أو بالعكس الحكومة حق والمتظاهرين باطل؟ وأنت وجودك من يوم سقوط الصنم اللعين من 2003 اللي هي اليوم في الدولة هذه البائسة اللي اعترفت بالتقصير والعجز والإخفاق، هل هذا كان حق أم باطل؟ فأرجو من الله أن يهديك وتتبع الحق إذا أقريت أين الحق. إذا مع الشعب تفضل اتبع الشعب، وإذا مع الحكومة فهذا باطل في باطل في باطل. تدعو شيء وتعمل شيء، فأدعو وأعمل نفس الشيء، وكون مثل ما يقول من ذاك عمار قال احنا قدهمو. هذا بالانتخابات شعاره، فانت صير قدها. صير قدها، هو ذاك ما صار قدها، انت صير قدها واتبع الباطل. شكرا حجينا. شكرا جزيلا للسادة المشاركين في هذه الحلقة، ونعتذر من اللي أذينا بصراحة، ما أخذناهم كثير من المتصلين، انقطع الاتصال وياهم. فإن شاء الله نلتقيكم في حلقة الغد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله. مشكور حجي. شكرا مولانا. يا علي.